معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم لا يصام لأنه فطر كامل. الألحان فاي بيبي وطاي شوري، ويقال لأنك قمت وخلصتنا. القراءات تقرأ فصول الأحد الثاني من هاتور، الأوشية الموسمية، الزروع والعشب، التوزيع، المزمور 150 والمدائح بالطريقة السنوي. صلوات الختام اسمه إنسيتي نمنسيم، بارك الزروع والعشب. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم التاسع من شهر هاتور المبارك أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 41 للشهداء 325 ميلادية، اجتمع الأباء 318 أسقفا بمدينة نيقيا بآسيا الصغرى في عهد الملك قسطنطين الكبير لمحاكمة أريوس الذي كان قصا بالإسكندرية، وجدف على ابن الله قائلا إنه لم يكن مساويا للآب في الجوهر، وأنه كان زمان لم يكن فيه الابن موجودا. ولما انعقد المجمع وكان من بينهم البابا ألكسندروس والشماس أثناسيوس، وكلما يعدون المجتمعين يجدونهم بزيادة واحد، فتيقنوا أن الله في وسطهم. وحضر أريوس المجمع وناقشه الآباء كثيرا في معتقده، وحاولوا إقناعه بالإيمان الصحيح، فلم يرجع عن ضلاله وظل متمسكا برأيه، فحرموه هو وكل من اعتقد باعتقاده، ووضعوا قانون الإيمان من أول نؤمن بإله واحد لغاية وليس لملكه انقضاء، وأمروا أن يتلوه المسيحيون في جميع صلواتهم، كما وضعوا عدة قوانين أخرى تنظيمية للكنيسة. بركة صلواتهم فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضاً تنيح البابا القديس إسحاق البطريرك 41 من بطاركة الكرازة المرقسية، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا، تشبع جميع شجر الحقل، وأرز لبنان الذي غرسته، الذي يرسل العيون في الأودية وفي وسط الجبال تعبر المياه. الليلويا. الإنجيل المقدس، فصل من إنجيل معلمنا مار متى البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر، فاجتمع إليه جموع كثيرة حتى إنه دخل السفينة وجلس، والجمع كله وقف على الشاطئ
فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس واحترقا، وإذ لم يكن له أصل جفا وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا بعض 100 وآخر 60 وآخر 30، من له أذنان للسمع فليسمع. والمجد لله دائما. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. قراءات هذا اليوم المبارك يا أحبائي، وهو الأحد الثاني من شهر هاتور المبارك، وفي هذا الأحد يتناسب مع موسم الزراعة، فرتبت الكنيسة أن يكون إنجيل هذا القداس أو إنجيل الأحدين الأول والثاني من هذا الشهر أن يتكلم عن مثل الزارع. وعلشان كده هنلاقي أنه مزمور العشية بيبدأ معلمنا داود النبي في مزمور 104 وبيقول: الذي يسقي الجبال من علاليه من ثمرة أعمالك تشبع الأرض، الذي ينبت للبهائم عشبا ويقول للخضرة وبقول الخضرة لخدمة البشر. المزمور بتاع العشية وأيضا إنجيل العشية بتكلم عن تأمله الظهور كيف تنمو. هنا بيحاول الترتيب الكنسي أن يضع فكرة تشمل موضوع الزرع وموضوع البذر أو البذور، لكن ليس الهدف هو الزروع والعشب ونبات الحقل أو الزرع والبذور، بقدر ما أنه بيرفع الإنسان كيف ينمو في طريق ملكوت الله، أو كيف تكون بذرة الإيمان ثابتة في قلبه زي ما هنشوف في إنجيل القداس. إنجيل باكر ومزمور باكر بيكلمنا معلمنا القديس مرمرخس البشير عن القيامة، والمزمور نفسه بيقول: الأرض أعطت ثمرتها ليباركنا الله إلهنا فلنخشعه. الأرض أعطت ثمرتها هنا معناه أن القلوب استجابت للكلمة والبشر استجابوا للدعوة، وزي ما قال لنا القديس بطرس الرسول: ليكن اختياركم أو دعوتكم واختياركم ثابتين. فالدعوة والاختيار الثابتين أتوا بالثمرة المرجوة 30 و60 و100. عشان كده إذا جاءت الدعوة بهذه الثمرة كانت القيامة هي مركزية لهذه الدعوة. نحن نكرز أو تعلمنا الإيمان بالمسيح المتجسد المتألم الفادي القائم من بين الأموات الذي صعد ليعد لنا ملكوت السماوات. في هذا التسلسل الإيماني يبدأ ببذرة الإيمان، وبذرة الإيمان هي كلمة الله، كلمة الخلاص، وهذه الكلمة هي الكلمة المقدسة التي اشتعل بها الآباء الرسل واشتغل بها الأنبياء وانشغل بها المؤمنين حتى مجيء المسيح الثاني أو حتى يأتي المسيح ليفرح القلوب
في مجيئه الثاني. عشان كده ترتيب أحد القيامة ده الحدث الهام اللي خلانا وخلى كل الكنيسة وكل البشرية ننشغل بقيامة المسيح، لأن القيامة هي التي تعطي معنى لبذرة الإيمان، والقيامة التي تعطي معنى للحياة. والقيامة ليست فقط قيامة الجسد، إنما أيضا القيامة الروحية، بمعنى النهضة من الغرق في الخطية إلى النصرة الحقيقية ومخافة الرب بدا الأيام. هنلاحظ عشان كده أنه البولس بيكلمنا معلمنا القديس بولس الرسول في إصحاح 6 بيقول: لأن الأرض التي تشرب المطر الهاطل عليها مرارا كثيرة وتنبت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله. القراءات كلها مشغولة بأنواع الزراعات، حتى أن البولس نفسه بيكلمنا عن ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا. إن أخرجت يعني يجوز أن تخرج شوكا وحسكا، ويجوز أن تخرج ثمارا جميلة يفرح بها الله. والشوك والحسك لم نعرفه إلا بعد الخطية الأولى، وإلا بعد طرد أبوينا آدم وحواء من الفردوس. فربنا قال لآدم: شوكا وحسكا تنبت لك الأرض. لكن الشوك والحسك هيبقى ليه معنى رمزي، ازاي ننتصر عليه، وازاي من نبات هذه الارض ومن هذا الزرع جعل المسيح من هذا الشوك تاجا على رأسه كي يعلن به اكلين نصرة على موت الخطية وعلى الخطية وعلى ابليس وكل حروبه من خلال صعوده على عود الصليب. هذه النصرة بدأت بالبذرة حقيقية، هي بذرة إيمان. إذا ما أخذنا بها نستطيع أن نحول الشوك إلى إكليل نصرة وإكليل فخر. الكاثوليكون، وهو من رسالة معلمنا القديس يهوذا والصح الأول عدد 14، بيقول لنا كده مقولة مهمة جدا، إن هوذا قد جاء الرب مع ربوات ملائكته القديسين ليصنع دينونة على الجميع. يعني زي ما في أراضي بتستقبل أو قلوب بتستمع الكلمة ويتغير رد الفعل من شخص إلى آخر، لكن الرب جاي للدينونة. لكن في ملحوظة مهمة قوي في كاثوليكون هذا اليوم، وهو بيقول لنا إنه وتنبأ عن هؤلاء أيضا، عن الأشرار يعني أخنوخ السابع من آدم. أخنوخ السابع من آدم في الحقيقة لم يرد عنه إلا آية واحدة في سفر التكوين، واللي اتقال فيها: وصار أخنوخ مع الرب وأخذه الرب، يعني كمان صعد حيا. كل ما نعرفه عن أخنوخ في سفر التكوين هو اسمه وهذه الآية فقط. إنما هنا ما يثبت دور التقليد المقدس، أنه كان هناك تقليد يتبادله الآباء مع الأبناء أو يسلمه الآباء من جيل إلى جيل مع الأبناء، هو ده اللي خلى القديس يهوذا الرسول يقول لنا إن أخنوخ قال. يعني معناها إن في أقوال زي ما في أعمال زي ما في أحداث تناقلها الأبناء عن الآباء بالتقليد، وده بيعضد دور التقليد في كنيستنا الأرثوذكسية. كمان بيقول إنه على قد ما نقدر نزرع الكلمة، على قد ما نقدر يقول: خلصوا البعض واختطفوه من النار، وارحموا البعض بالتقوى مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. كل ده لارتباط فعلي مع إنجيل قداس هذا اليوم كما سنسمعه. البراكسيس أو البراكسيس تون أبوستولون، أعمال الرسل، بنقول عليه براكسيس بالعربي، لكن في الأصل اليوناني إي براكسيس يعني أعمال. إي براكسيس تون أبوستولون، أعمال الرسل. بيقول كده إنه بيذكر المعجزة اللي فيها أنقذ الرب حياة بطرس من السجن، وحل أبواب أو فتح أبواب السجن وأخرجه، وإزاي سمعوا أو كانوا الرسل يعملوا بكلمة الله، وإزاي قال معلمنا قديس بطرس أنه ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، كما أن الله يحمي زرعه ويحمي إيمانه ويحمي كنيسته، لكن كمان كان مبدأ الرسل ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إنجيل هذا اليوم وهذا القداس يقول لنا كده
تشبع جميع شجر الحقل وأرز لبنان الذي غرسته، الذي يرسل العيون في الأودية وفي وسط الجبال تعبر المياه. إنجيل هذا اليوم، إنجيل قديس متى إصحاح 13، معروف جدا أن إصحاح 13 من إنجيل معلمنا القديس متى البشير هو أكثر الإصحاحات حديثا عن أمثال ملكوت السماوات. كل الإنجيل، إنجيل القديس متى، يتكلم عن أمثال أو اهتم بملكوت السماوات أو الملك والملكوت، الملك المسيح وملكوته الآتي. لكن في إصحاح 13 الحقيقة تفرد القديس متى بذكر تفاصيل جميلة في إنجيله عن مثل الزارع. وعشان كده يا أحبائي، وإحنا كمان في هذه الأيام أو في هذا الموسم، أو موسم الزراعة، زراعة الحنطة أو زراعة القمح، والقمح أو الحنطة بيمثل لنا شيء مهم جدا، لأنه لقمة العيش أو لقمة اللي إحنا بناكلها، فبالتالي ليه أهمية. كتاب عايز يقول إنه زي ما الجسد ليه اهتمام وليه احتياج، هكذا الروح لها احتياج، وهي كلمة الله وزرع بذور الكلمة المقدسة. طبعا تشبيه الزارع، الزارع هو الله، البذور هي كلمة الله، الدعوة للخلاص، المسيح فاتح زراعية على الصليب وقال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. إنجيل بقى بيتكلم عن البذور موجودة والزارع واحد، والزارع بيبذر هذه البذور، وهو بيبذر البذور بيقول لنا في أنواع من الأرض المختلفة الطباع ومختلفة الخصوبة أو مختلفة الطريقة. أول نوعية سقط عليها البذور، سقطت عليها البذور، هي ما سقط على الطريق. ومعلمنا القديس متى بيحكي بشكل روائي جميل وقصصي رائع، يخلينا نتخيل أنه فعلا خرج الزارع ومعاه بذور، وبعدين مثلا لو اتخرم كده أو في خرم بسيط في الحاجة اللي شايل فيها البذور فبدأ يقع منه على الطريق. يقول فجاءت الطيور واختطفته. أنواع الأرض أو أنواع، عندنا النوع الثاني ما سقط على أرض محجرة أو أماكن محجرة فلم يكن لها عمق واحترقت. النوع الثالث ما سقط وسط الأشواك، أرض مشوكة، فبالتالي خنقوا الشوك لما كبر ومات، ملوش كمان مستقبل. النوع الرابع بقى والجميل هو ما سقط على الأرض الخصبة، الأرض الجيدة. هذه الأراضي يا أحبائي هي أنواع القلوب، فهناك نقدر نقول قلوب مخطوفة، يعني مش ثابتة، ضعيفة، سهلة أو تتخطف. إنسان يسمع كلمة الله وياخد قرار بالتوبة أو بالتغيير، ويلاقي نفسه مجرد ما غير مكان أو خرج من الكنيسة أو يعني غير العظة أو راح شغله، يلاقي نفسه في اتجاه تاني وتوجه تاني لا يليق حتى أحيانا بأبناء الله. إيه اللي حصل هنا؟ هنا الشيطان استكتر عليه النعمة اللي هو فيها، حربه بذاته أو حربه بضعفاته، وقدر يخطف منه هذه الكلمة، فلم تكن هناك فرصة لنمو البذرة. أمثال هؤلاء، هناك أناس دعاهم المسيح وبصفة شخصية تقابل المسيح مع الشاب الذي كان الذي دعاه المسيح وقال له اتبعني أو تعال معايا، فقال له عندي 5 أزواج بقر واجب أروح أجربهم، بيهتم بالمزرعة بتاعته. واحد تاني دعاه المسيح قال له أنا متزوج حديثا ومش فاضي. النوعيات اللي المسيح دعاها هنا، الكلمة هي البذرة، كلمة الله، فالمسيح قدم هذه البذرة ولكن القلب كان مخطوف، مخطوف بأنواع أخرى من الاهتمامات، كانت لم تعطي فرصة لثبات هذه الكلمة. النوعية الثانية من القلوب يقول كده اللي هي القلوب المتحجرة، قلوب متحجرة، يعني تقال عن فرعون مصر وأقصي قلب فرعون. قد إيه موسى وهارون حاولوا مع فرعون إن هم ياخدوا أو يخرجوا شعب بني إسرائيل من مصر، لكن للأسف كان مصر جدا يذل هذا الشعب، عشان كده تقال عنه وأقصي قلب فرعون.
وقسى قلب فرعون، يعني أتركه لقساوة قلبه. هو قلبه قاسي وبيزداد قساوة، لكن مش سامع صوت ربنا من خلال موسى أو من خلال هارون. القلوب المتحجرة هي القلب اللي بتنزل عليه الكلمة أو سقطت عليه البذور، لكن للأسف مفيش استفادة، وفي إصرار على إنه هذه الكلمة تشرق عليها الشمس، أول ما يطلع عليها النهار تحترق. إنسان ما عندوش قرار ثابت، قلبه متحجر قاسي. عشان كده مثل هؤلاء القلوب المتحجرة اللي هي ما قدرتش، ملهاش عمق للكلمة، يذكرنا بنوعية هذا القلب أيضا امرأة لوط. امرأة لوط سمعت الكلام وخرجت من أرض سدوم وعمورة، ولكن للأسف محبة العالم ومحبة شهوات العالم خلتها تبص وراها، مع أن ربنا والملاكين قالوا لها لا تنظر إلى الوراء. هي خلفت الوصية ونظرت إلى الوراء فتحولت العمود ملح. للأسف بعد ما خلصها الملاكين أو خلصوها من النار، نار سدوم وعمورة، لكن هي نفسها مش قادرة تتحرر، قلبها متحجر ناحية ربنا، فبصت وراها وتحولت إلى عمود ملح. النوع الثالث من هذه الأراضي هي القلوب المشوكة، قلوب مشوكة. القلب تنزل فيه كلمة ربنا، يسمع الوصية، ممكن يفرح بيها في الأول، بس للأسف الشوك هينمو وبعدين يبدأ يخنق الكلمة. إيه اللي ممكن يخنق كلمة ربنا؟ إيه اللي ممكن يبعدنا عن كلمة ربنا؟ إيه اللي بيخلي إشعياء يصرخ ويقول لهم آذان ولا يسمعون ولهم عيون ولا ينظرون؟ السبب إنه القلب المشوك، يعني في معصر، قلوب معصرة بالشوك وقلوب لسه جواها محبة العالم. يذكرنا بهذا يهوذا، قد إيه عاش مع المسيح 3 سنين وتلت تقريبا، لحد المسيح ما لحد أسبوع الآلام أو فترة آلام المسيح وهو مسلمه بنفسه. قد إيه كان شاف معجزات المسيح، قد إيه سمع أقوال المسيح، قد إيه اشترك مع المسيح في أعمال جليلة، قد إيه ولعله كان واحد من الذين أخرجوا الشياطين. المسيح لما أرسل الرسل 2 أو 12، يعني رجعوا كلهم فرحين يقولوا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. وما ليه اللي حصل يا يهوذا؟ يقول إن محبة المال كانت متجذرة في قلبه، مش قادر يتحرر منها، الشوك خنق الحب اللي جواه. ديماس الذي خدم مع بولس الرسول، هو خادم عظيم، بدليل إن القديس بولس الرسول بيذكره في رسالة رومي ويقول يسلم عليكم ديماس، معناها إنه ده خادم مشهور وخادم كويس قوي، لكن للأسف يجي وقت بولس الرسول يقول ديماس قد تركني لأنه أحب العالم الحاضر. النوع الرابع يا أحبائي، وده اللي بنتمناه نكون بيه كلنا، وهو القلوب الجيدة، الأرض الخصبة، الأرض اللي مستنية. المسيح لما ظهر لشاول كان رد فعل شاول جميل قوي، قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ ماذا تريد؟ عايزني ما تشاء يا رب، أو ما تريد أن أفعله؟ الإنسان المستعد زي لاوي العشار، قديس متى الرسول، وهو جالس في مكان الجباية والمسيح مر كده قال له اتبعني أنت، فقام وتبعه في الحال. ده القلب الحلو، القلب الحلو اللي عايز فعلا يتغير، القلب الحلو اللي عايز يعيش لربنا، القلب الحلو اللي ما بيعديش صلاة، القلب الحلو اللي مستيقظ لقداسه لصلواته، القلب الحلو اللي بيصلي من أجل كل الناس وخلاص كل العالم، القلب الحلو اللي بيقدم محبة المسيح، لأن فيه الزرعة المباركة وفي كلمة الله الحلوة. 4 أنواع الأراضي هي 4 أنواع قلوب البشر اللي ذكرها لنا معلمنا القديس متى على فم رب المجد نفسه. أحبائي كلنا نقول نطلب من ربنا ببركة هذا الإنجيل وبركة هذه الكلمة، نقول له رب دينا تكون قلوبنا جيدة، أرض صالحة مثمرة خيرة تنزل فيها الكلمة وتستقبل كلمتك فتعطي الثمر المطلوب 30 و60 و100، ليعطينا الرب هذه الثمار في ملكوته. لإلهنا المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.